عندنا هنا جهاز الروبوت التفاعلي، طبعا هي شاشة إعلانات أو تفاعلية جميلة جدا، مناسبة للجمعيات الخيرية والفرق التطوعية وحتى بعض الجهات الحكومية اللي تؤدي نفس الغرض أو لها نفس المهمة. طبعا يمكن استخدام هذا الجهاز مثلا في الحملات التعريفية وحملات تسويقية وحتى في حملات جمع التبرعات. طبعا الروبوت أو الشاشة التفاعلية هذه تتحرك يعني بشكل آلي، يمكن خليها تتحرك في مبنى معين أو في مول أو في أي جهة، وهي عبارة عن ثلاث شاشات، كل شاشة ممكن يضع فيها محتوى معين، ممكن نضع فيها مقطع فيديو يشرح الحملة التوعوية، الشاشة الثانية ممكن نضع فيها اللي هو الروبوت أو روبوت المحدث التفاعل أو شخصية افتراضية يتم الحوار معها. راح أحاول الآن أعمل تجربة مباشرة وأسألها بعض الأسئلة وهي راح تجيب. من هذه شخصية افتراضية، يعني ما هو شخص أو أنه اللايف، لا هي شخصية افتراضية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي خدمات شركتكم؟ هي شركة متخصصة بتصنيع وتطوير الروبوتات من خلال الجمع بين اللافتات الرقمية والذكاء الاصطناعي في منصة واحدة. ما هي رؤية المملكة؟ هي رؤية سمو ولي العهد لمستقبل هذا الوطن العظيم والتي تسعى لاستثمار مكامن القوة. طبعا لاحظنا الآن اللي هو محادثة تفاعلية مع الشخصية، وكان اللي هو الرد على حسب السؤال، فلاحظ الآن تم عرض مقطع فيديو حسب السؤال يعني الموجه لهذه الشخصية. أيضا الجميل ممكن نضع اللي هو نظام نقطة مبيعات مثل الرغبة في التبرع، يتم مثلا وضع الجهاز في الشاشة يتم من خلاله اللي هو خصم المبلغ وتحويله لحساب الجمعية. راح أضع لكم أرقام التواصل مع الشركة في حال أحد منكم رغب. هذه أرقام التواصل الخاصة بالشركة. طبعا الشركة في دبي حسب إفادة الموظف، راح يتم فرع لها في السعودية قريبا، ولا تنسونا من دعواتكم بالتوفيق. بسيطة نسيت أذكرها في مقطع الفيديو، لو مثلا في جهة رغب ما رغبت في المحادثة التفاعلية أو في الشخصية الافتراضية، فممكن يعني تستبدل في مكالمة فيديو مرئية بالصوت أو الصورة مع مثلا خدمة العملاء أو مع المركز الرئيسي، بحيث مثلا يكون موظف واحد يخدم أو يغطي في أكثر